الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بيكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس وإنجاز. خش عليا بقى، خش عليا بالنور العالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم محمد سعد من المنصورة. رجعت المنصورة لحتى أجي للسعودية عشان أعمل لقاءات مع ناس. ألاقيهم معطلين فيه، أطلع من حسام الجمل والناس دي، ألاقيهم والكابتن محمد وشاكر شيكو والناس دي كلها لهم في وشي الوقت يا كمان في السعوديه. قاعدين اللي في السعوديه كمان هنا اهو. واحد اثنين ثلاثة. كنا بقى قصتك، خسيت من كام لكام؟ طبعا انا كنت 140 كيلو، بس كنت 140 كيلو يعني حاجه فظيعه، يعني بجد حاجه راجل فخم الضخم ما شاء الله، يعني حاجه تملى العين كده يعني. تنزل الصور على الفيديوهات. لا والله انا كنت 140 كيلو، وبدات مع الصفحه ديت بقى لي الوقت حوالي 6 شهور. فاللي عرفنا على صفحه اختي، اختي اللي عرفتني، وانا ما كنتش مصدق في الاول بامانه. يعني انت خلال 6 شهور انا كنت بالظبط معاكم، ابدا معاكم اول مسابقه ليا 7 اسابيع صيف لذيذ بدون كلابيس. دي كانت اول مسابقه لي. جميل. حتى ما تحدتهم، كانت الزوجه واختي وتحدتهم الاثنين. طيب انا معاكم 7 اسابيع دول ودول اخركم معايا، ما فيش حد يقول لي قلت رجيم ومش رجيم والكلام ده. طب قلت لهم لا لا سيبكم كل ده اشتغالات، لان انا جربت حبوب وجربت ادويه وجربت يعني حاجات. احنا بنشتغل ناس بامانه. ما هو من ضمن الاشتغالات. لا 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 مش ملطوطين، مش ملطوطين. ما بقول لك ايه، كتر البكا يعلم النوع، يعني من كتر اللي احنا شفناه. فعشان كده ما بقدرش بحط ثقه في الناس، بكلمك جد. بالظبط. انا جبت ادويه وجبت حاجات والله العظيم، وحاجات كتير حصلت لي والله، ورحت للدكاتره والكلام ده. واخر حاجه قال لك انت لازم عمليه. يا جدعان عمليه ايه؟ قال لك لازم عمليه، غير كده مالكش العمليه. يعني انا العمليه، انا راجل سواق وبطلع العربيه وبنزل. انا راجل سواق. انت دلوقتي لو عربيه مشيسه فيها لحم في الشاسيه تشتريها؟ لا تقلق منها صح؟ اكيد. اهو بقى المعده بتاعتك دي هي الشاسيه. ما انا بقول لك اخر حل وصلت له بقى، بعد عن الدكاتره. عارف هو لو قال لي حل تاني غير الفتح والكلام ده كنت اشتغلت معاه وصدقته ومشيت معاه. بس ساعه ما قال لي فتح قلت لا يا عم، فتح مين؟ انا راجل دلوقتي سواق وبطلع وبنزل بعد كده. انا عندنا بقول لك حل المكنه دي، يبقى خلاص سيبك من العربيه دي، شوف غيرها. والله شوف غيرها، ما تبقاش دماغك علينا المكنه دي، سيبك منها. المكنه عندي تقفيل بلاد اهو. انت ايه بقى رايك في الناس اللي بتقول ان الثقافه الغذائيه دي بتبقى بس للناس اللي هم اللي هو بيبقى يعني ايه دكاتره صيادله؟ لا 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 بجد لا. انت يعني ايه رايك انت بعد تجربتك معانا، بعد التجربه ديت والست شهور اللي مشيتهم معاكم دول والانجاز اللي انا شفته لنفسي انا حاليا؟ على فكره استاذ مصطفى كان كل يقول لي انت فحل نزل، ما صدقوش، كانت عيني ما كانتش شايفه نفسي قسما بالله. ان انت تخين يعني. عيني نفسي، لان كان ليا حركه وبجري والكلام ده. حتى مع تخن كنت بجري وبمشي وبطلع وبنزل، بس مش زي الوقت كده. سواء انت بالظبط زي العربيه ايه، زي العربيه النقل، عندك عربيه جامبو حاطط عليها عربيه موتور 128، هتمشي معاك شويه وتريح شويه، بعد ايه انت كده هتفوت، متفوت وتروح خالص. بس هي بتساعد معاك شويه وماشيه الوقت، فانت مش حاسس بيها. بالظبط. بس بعد كده مع الايام هتحس، هتحس، لان الحموله اتقل. انا النهارده لما بطلع الصور انا واتفرج عليها كده، والله العظيم بقعد اقول لنفسي انا كنت سايب نفسي كده ازاي. بس عيني ما كانتش جايبه نفسي، يعني عيني في الاول ما كانتش، يعني بص بص اللي انت تقول له اعمل، انا ما عنديش الا كرش، بس انا شايف حاجه بس، ما عنديش والله كده، شايف بس حاجه كده ان هي مش يقول لك ما دراعات، ما عنديش الا كرش ودراعات. لا هو انا كان بيظهر لي اول كرش، انا ما عنديش الا كرش بس، لا دراعات بقى ولا رجاب ولا الكلام ده. مفيش. فكنت امشي اطلع مثلا، بنمشي مشوار او الكلام ده او سفر او الكلام ده، مش في دماغي، بس كان عندي على طول نهج على طول والكلام ده. ما هي الرئه بقت مش مفيش، ما هي ضغط. عربيه حملتها 2 طن وبتديلها 10 طن، تعمل ايه معاك؟ بالظبط. هتعمل ايه معاك بجد؟ هتعمل ايه؟ فهي بالظبط ماشيه كده. لكن النهارده تريحها في الغيارات، تريحك في المطبات، هتريح في كل حاجه. بس هيجي لها اخر وتقف. مع كل ده هيجي لها نهايه، هيجي لها نهايه وتقف، مش هتمشي. مشت معاك دلوقتي، بس بعد كده مش هتمشي. هي ماشيه دلوقتي بالحب والكلام ده والزق والكلام ده، بس بعد كده خلاص انت ما عندكش خالص. بعدين انت بتاثر من عمر الافتراضي. اكيد. انت تعيش معاك سنه، دلوقتي تعيش معاك 7-6 شهور، 3 شهور، 4 شهور، الكلام ده. فكل مدى في النازل يعني. فانت بقى انت يعني شفت نفسك امتى؟ يعني اخذت القرار، يعني امتى شفت نفسك فعلا وزنك زياد؟ اما مشيت ال 7 اسابيع. مشيت 7 اسابيع لقيت في تغيير، اللي هو صيف لذيذ من غير القلابيز. من غير قلابيز. دخلت اختي جابت لي الصفحه، جابتها للمدام الاول، مدام مشت معانا. انا اعرف ان هي خسرت 25 كيلو. لا 21 كيلو. من 84 ل 61 ما شاء الله. ومشينا بقى، فانا قلت لهم طب انتوا، قالوا طب هي المسابقه دي 7 اسابيع بس. قلت لهم 7 اسابيع يعني قولوا شهرين، خدهم بجمله اللي خدوه.
ايوه بالظبط والله كده. ايوه قلت لهم جرب. قالوا يعني قلت لهم اه بدانا. فقالوا طيب انت مشي بالعيش واحده واحده. قلت لهم لا يمشي مظبوط. ايوه بالظبط والله كده يمشي مظبوط. مع اول والله اول وجبه نزلت لقيتها قلت لهم يمشي مظبوط. الناس دول بيقولوا ايه؟ قال لك مفيش خبز. قلت لهم اركنوا الخبز. أيوة. والله كده همشي معاكم 7 أسابيع دول زي ما الكتاب بيقول. طيب انت كان حتى اول اسبوع انا بداته 5 ساعات ما تنامش فيهم. خمس ساعات آه. وما تاكلش حاجه الا تشرب ميه بس يعني وجبه وبعد كده مش اي حاجه الا تشرب ميه بس. قلت لهم زمان شغال. فحتى لما دام انت تمشي كده ده انت كل 5 دقايق انت لازم تكون عامل اكل في جيبك. انا همشي كده. طب انت انا همشي كده خلاص. هو انا بمشي معاهم مش ماشي معاهم عشان الصفحه. انا ماشي معاهم 7 أسابيع بس وهوقف. اه اللي هو انا يعني يعني من جوايا انا خلاص عملت كل حاجه وزي ما الكتاب بيقول. بس انتوا اللي وحشين. انا مش وحش بالظبط. انا كان عشان اجيب اخر معاك آه. انا إيه؟ بقى عشان تعرفوا ان انا لما اقول لكم الناس دي انا طول عمري من صغري بحب الاوراق بحب الحاجات ديت ما باكلش السدر والكلام ده. فالسدر كان بالنسبه لنا انه تقيل على قلبه والكلام ده. فجت المدام والله انا بحكي لكم ده كله ده بس جت ما تديني الورك بتاعه. قلت لها لا هو بقول ما فيش وراك بقول له سدر اشتغل بالسدر. فتبص لي يعني انت فيك حاجه يا عم النهارده؟ لا هو سبحان الله. هو انت ايه يعني انا عايز وانا كل اللي بعمله كل اللي بعمله انا ايه؟ ان انا عايز اشتغل 7 أسابيع زي ما الكتاب بيقول. وانا حاسس من جوه ان مفيش تغيير. مع اول اسبوع نزلت اول اسبوع 5 كيلو تاني اسبوع 3.5 كيلو دول في اسبوعين. تالت اسبوع نزلت كيلو. رابع اسبوع نزلت 200 جرام. قلت اداني شغال. قعدت انزل انزل لقيتني مجمع الاسابيع دي كلها حوالي نزل حوالي 12 كيلو او 13 كيلو ما شاء الله. 7 أسابيع لقيتني في رياحه نفسيه وقعدت ما فيش نهجان. والله انا كنت بقوم من النوم يا استاذ مصطفى حوالي الساعه 1 بدل الساعه 2 بالليل بكرشه نفس كده اقعد اكتر من ثواني يعني 20 ثانيه 5 لا بتروح ولا بترجع. واللي يكلمني مرد اشرب ميه. انا لا اشرب ميه ولا اشرب حاجه خلاص انا كده كده مسافر يعني. انا خلاص انا وحدت نفسي كده اني خلاص كده والله كده بنفس الاسلوب لا طالعه ولا راجعه ماشيه كده على طول. فقلت طب انا اللي عاملني في نفسي كده. ما اول اسبوع كنت بخاف انام كنت بخاف انام والله العظيم يعني بخاف انام. معظم نومي اخد نوم وانا قاعد كده ابقى في السياره مثلا بنعد نقله او مش راكع على الكرسي ورا ونايم واخد لي ساعه كده انام. طب انت بتسافر كتير مسافات طويله يعني انت راجل مختلف بتسافر كتير مسافات طويله الايام تمام. حليت الموضوع ده ازاي في الاكل؟ في ناس بتقول لك انا شغال سواق دلوقتي وفي دوله خليجيه وبنسافر مسافات طويله. لا انا بسافر مسافات طويله بس ما باتش بره بيتي. فبظبط بس بتقعد كام ساعه مثلا بره؟ بقعد لحوالي يمكن من 14 ساعه 15 ساعه بره. طيب في خلال ال 14 ساعه دول بتعمل فيهم ايه؟ المدام والله العظيم الله يصلح حالها شنطة أكل كده مجهزها لي والله العظيم. شنطة أكل مجهزها لي كده بتقوم والله أنا أروح أصلي الفجر يوميا على الله كده. أروح أصلي الفجر وأجي ألاقي الأكل جاهز. تقوم من قبل الفجر تطبخ وتظبط أكلها وفي الحلة اللي هي بتاع حفظ الطعام دي وأشيل شنطتي وأنا ماشي كده أخد فالسناك بتاعي وفالأكل بتاعي لحد ما أجي آخر النهار أروح. حسيت بمتعة الأكل بعد التغيير صح؟ حسيت بكل حاجة. انا كنت باكل كده استاذ مصطفى والله العظيم هرسي بص حاجه مكنه بتدرس كده وخلاص والله بتدرس بص مكنه كده شغاله والله كده مكنه شغاله لا تعرف طعم اي حاجه. ما اعرفش يا جماعه الدراسه دي اللي هي بتدرس الرز بس الرز والغله والكلام دي لا في يا عم ما عادش حد النهارده تايه يعني النت ما خدش يخلي حد تايه فشغال لا تطلع تعرف طعم اي حاجه. كان حاجه حلوه وكانت حاجه وحشه بتدوس انت بتودي وهي بتحدف وخلاص هي شغاله جوه وخلاص ما شاء الله. عندك حموضه عندك الكلام ده كله عندك زيوت عندك ودي. انا كنت امشي على طول البيبسي ده موجود مع مني جنب مني كده مفيش ميه مفيش حاجه اسمها ميه. الميه ديت المريء بينشف قوي تنزل تجيب لك ازازتين ميه انت تشربهم عند ما تسخن شويه تجيب بيبسي احسن منه. ما بتجيبش بقى اللي هي الكنز اللي هي الكبيره تحطها جنب منك كده كل شويه ترفعها وتمشي ترفعها وتمشي. لقيت نفسك الدنيا معاك بقك كده مره شويه تنزل تجيب لك شويه قلابس كده وشويه حاجات كده تحطهم في جنب منك وشغال. دي كان نظامي والله كده على طول. النهارده مستحيل معايا ناس مثلا معدوم مشوار مثلا مع النقله اللي معايا هينزلوا مثلا هم اللي يعتقوا الكلام ده. فانا شغلي في الحديد فمعايا الحدادين مثلا ينزلوا في اي مكان قبل ما ينزل. انا ما بجي لا عصير والله العظيم كده اقول له لا عصير ولا اي ولا بسكوت ولا اي شيء تجيب. طب اجيب لك ايه؟ ما تجيبش اي شيء. طب اجيب لك ما اقول له ميتي معايا. طب اجيب لك اكل اقول له اكل معايا. في ناس لما مثلا بتبقى تواجدها انت مثلا راجل اكيد بتتعرض بقى لبعض العزومات كتير اللي هو يجيب لك اكل ويجيب لك وجبه كتير ومش عارف كتير وبتاع. كتير ما بتستخسرش وتقول ايه يا عم هو حاجه ببلاش بقى وحرام تترمي وبتاع الكلام ده وتقولها؟ لا ليه بقى؟ عشان ما تضيعش اللي انت عملته. بالظبط عشان ما تضيعش اللي انت راجل حسيت بنفسك وحسيت ان انت عملت نفسك انجاز وطلعت لنفسك اكنك راجل اتولدت من جديد. ف
فما تهدش انت مش معقوله بعد النجاح ده كله تهده عشان حاجه صغيره بالنسبه لك، حاجه صغيره، لان انت عملت نجاح بالنسبه لنفسك، انك تاقلم نفسك وتمشي الاسلوب ده مع نفسك وتمرن نفسك على الاسلوب اللي انت مش هاكل دي يعني مش هاكل دي، ومش هشرب دي يعني مش هشرب دي. لو هي الاول كنت عاوز حاجه كنت اجيبها، لو هي ايه كنت اجيبها، كنت اجيبها قسما بالله كده. انا كنت بلبس 5 اكس ودخلت على 6 اكس، كنت بلبس 5 اكس ودخلت على 6 اكس. انا من فتره صغيره من حوالي شهر ونص رحت اجيب فنات داخليه، والله قالوا لي هات هات اللي هو فوق، انا كنت عايز اجيب ميديا بس قالوا لي لا هات هات 1 اكس. قلت لهم يا جدعان لا ما جبت، طلع واسع عليه. قلت لهم مش قلت لكم اجيب 1 اكس اكس لارج؟ قلت لهم مش قلت لكم ما اجيبش؟ لا بس كده حلو. قلت لهم لا ده واسع عليا كده. قال له انت بقى تلبس تقول واسع. الحر بقى في الخليج مع التخن والحر مع الرفع لا حاجه ثانيه، حاجه ثانيه. انا كنت قاعد في الحر ده باكل بس لان بشور ما من شمال ويمين. النهارده بجري وبطلع اسلب نقلتي وبطلع انزل قليل قوي ما تلاقي نفسك عرقان، والله العظيم فضل من ربنا. طبعا راح ما فيش الكلام ده كله. انا كنت بطلع على الطريق السفر ده يعني معايا ازازه ميه ساقعه، كل فتره انزل على الطريق الف اعمل انا بلف على الكاوتش عشان اشم الهواء عشان ما نعيش. بقيت انا انا حصل لي مرتين بس ربنا اللي نجانا، والله كان يحصل لي حادثه بس ربنا. بقيت عيني تغفل وانا ماشي على الطاره، تغفل كده تغفيل وفوق الاقي نفسي هوب. هو سبحان الله التخن فعلا في تقف في مكان محدش يكلمك تلاقي نفسك كده ابسط ما الاقي نفسي خلاص انا اسقع، اروح اطلع التليفون اكلم العيال، اتصل على واحد صاحبي اكلم لو ما اشغل نفسي انما نمشي. النهارده مفيش، والله النهارده مفيش. خلي الانسان تقيل كسول، النوم عندك، النوم عندك اصلا انت موجود. لو انت سبت نفسك 5 دقايق تكب على نفسك وتنعس كده، لان انت جسمك نفسه هبطان. الحاجه اللي فيه يعني زي ما بقول هي حاجه يعتبر 50 كيلو مصطفى انت شايلهم رايح جاي بيهم، رايح جاي رايح جاي بيهم رايح جاي بيهم رايح جاي بيهم ديت يعني لازقين معاك. مفيش يعني في الصلاه، انا لحد رمضان اللي فات ده الصلاه كان متعبني في يعني كنت شاب عندك 40 سنه وتشتكي من رجليك ومش عارف تقوم ولا تقعد في الصلاه، وتيجي تقف لازم تقف على ايديك وتيجي تقعد لازم تسند على ايديك الاول والكلام ده يعني حاجه. تشوف راجل عنده 60 70 سنه بيوطي ويطلع من القعده اللي انت بتقعدها دلوقتي دي كانت الاول مفيش. انا دلوقتي مخلص والله. طبعا هتسال ازاي ممكن احصل على انظمه لو نفسك تخس؟ تقدر ان انت تحمل تطبيق لو نفسك تخس الاصلي، وخد بالك ان انت تحمل التطبيق الاصلي مش التطبيقات المزيفه. التطبيق الاصلي هتلاقيه متحمل اكتر من 100,000 مره وواخد ريت 4.9 من 10. هتعمل انستول، هتخش على جوجل بلاي وتكتب بس لو نفسك تخس وتعمل انستول ل طيب خلاص في المسجد عشان اسبح اروح قاعد اعمل كده كده عشان اسبح يعني كنت قاعد القعده دي كده كنت مستحيل اقعدها مستحيل مستحيل. كانت رجلي دي كنت مستحيل اقعد 3 دقايق بعد ما اسبح 2. اصحابي كلهم احنا قاعدين في المسجد عارفين قاعد الاستاذ مصطفى جنبي مني بعد ما نسلم ما يقعدش في المكان بتاعه لا اي مش عشان اعرف اتعدل انا لان ما اعرفش اقعد على رجلي لحد ما نخلص التحيات. انا خلصت التحيات لازم احط نفسي على الارض كده على طول. يعني انت شايف ان التغيير ده مش محتاج مش محتاج اي حاجه انك تدور على صحتك بالظبط، مش محتاج ان انت عايز بس تبقى يعني ذهنك حاضر بس انت تدور على صحتك بس انك تدور على صحتك اهم شيء من الدنيا كلها. وبعدين اي حد المفروض يبدا والله ما يستاهلش حاجه يعني صحتك ما تستاهلش. نصايحك ايه؟ نصايحك بشكل متواضع كده من الناس اللي بتشوفك ابدا. إيه؟ اول نصيحه ابدا ابدا والله ابدا صح ابدا ابدا وابدا مظبوط هتلاقي في نتيجه والله ومن اول اسبوع هتلاقي في نتيجه. وعندما تلاقي في نتيجه هتلاقي انت نفسك بتتمسك في الفيلم انت اللي بتتمسك. انت لما التزمت 7 اسابيع وجيت 12 كيلو انطلقت بقى ما وقفتش مفيش حاجه وقفتني الحمد لله لحد النهارده بفضل يعني من ربنا. انطلقت بقى وما ما انا عندي بنتي يعني بتمشي. كان احساسك عامل ازاي بعد ما خسيت ال 12 كيلو يعني احساسك ايه بالنسبه لنظرتك لينا بقى؟ احساس ان انا كلمتك برضو مره على الهواء قلت لك انا ظلمتك في الذكر كلمتك مره على الهواء على اللايف قلت لك انا ظلمتك لان انا حصل مني كذا كذا وانا كنت داخل معاكم المسابقه ديت ان انا مش مقتنع ان في حاجه اسمها لان انا جبت دواء وجبت حاجات دي وجبت لو شاطر كل احنا ضحكنا لو شاطر كل شفت وانت عايز والله قابل الناس ديت عشان احصل بس اقول لهم ازاي انا طلعت شاطر لو شاطر رج لو شاطر كل ديت طلعت انا والفليمه بتاعتي كلها شطار والله. انا عندنا مسافه كنت البيت بيبعد عن الشغل 35 كيلو بروح وباجي وانا في الطريق اتصل على العيال انا في الطريق جهزوا الاكل عندنا قبل البيت بخمس دقايق في اشاره اسمها اشاره التمور قال لهم انا باشاره التمور اشاره التمور يعني خلاص السنه اتحط ايوه انا كنت اعملهم كده اشاره التمور السنه اتحط ايوه نجيب يا جدعان الاكل ده اللي عرفنا على الدواء ده اتصل عليه انت يا ابني يقول لي لا اشرب ميه يا ابني انا بشرب ميه المكنه بتنفخ يا ابني اشرب ميه ايه ابن راحت يقول لي اشرب يا عم انا شربت ميه يا جدعان يقول لك لا ما هو لازم ينفش ما بنفش ده والله العظيم لازم ينفش مين يا عم ده انا اللي بنفش الكرش اللي بزيد يا جدعان ما بنخسش يقول لك لا
حبوب ولك اصل بتسيح الدهون، الدهون اللي بتسيحها يا جدعان ما فيش الكلام ده. فتعبت والله يا استاذ مصطفى بجد تعبت تعبت. واخر حاجه يقول لك لا انت تروح انت ما عندكش مشاكل، ده انت عايز بس اتعمل لك عمليه وخلاص وكرشك انت عمليه بس. موضوع بسيط. انا هتخن يا جدعان وما هتخن وخلاص ما قعدتش الاخر. لما دخلت السبع اسابيع دول دخلتهم بجد بجد النيه من عند ربنا وربنا وفقني. اهم حاجه النيه وان ربنا يوفقك. دخلت وربنا عارف ان نيتك صادقه ودخلت اشتغلت معاك ومشت ولحد النهارده قسما بالله كده. هي دي النيه اهم حاجه، نيتك وتشتغل ومالكش دعوه بحد. التوكل وليس التواكل. انا النهارده بيكلموني انت وشك بقى وحش، انت ما بقتش تهزر زي زمان. يعني الهزار هو اللي بيعمل قلوب مخله. انا عاجب نفسي كده يا جدعان والله العظيم كده. لا لا انت كان اول دمك خفيف. لا والله دمك خفيف يعني لو تقلته خليت ايه كده حلو. انا حاسس بروحه خليت ايه من كتر ما كنت بالاكل. انا بنتي بتتشكل معايا كل شويه خلاص بقى وقف انت قطع عظمه ولا بس لسه شويه. لسه يا بابا وقف قلنا لا لسه شويه. كان الاول يمسكوني من هنا كده ما عادش بعرف نمسكك ما عادش ما يهمش شويه كده. فانت من كتر الحب بتاعك وكتر الحاجه بتاعتك انت مش حاسس بنجاحك مش عايز تبطل. والله ما انت عايز تبطل عايز توقف اشتغل اشتغل. انا قلت لهم خلاص لما نخش في النظام فبقول الوقت بيقول لي ايه طب انت دخلنا في نظام رمضان اهوت وبعد رمضان هتسبب. قلت لهم ما احس ان جسمي خلاص وقف وقال لي خلاص عليك فيها كده انا هقف هقف لوحدي ما احس ان انا هتعبان او حاجه بس والله انا مرتاح. قلت لهم والله انا مرتاح. طب انت بقالك خمس اسابيع منزل وما بفرحوا كل ما منزلش بفرحهم يعني خلاص خمس اسابيع. لا بس في حاجه بس المقاسات بتنزل مقاسات 100 100 اه لا ما احنا اتفقنا احنا يا ميزان يا مقاس. انا شغال بالمقاس الوقت شغال بالمقاس الوقت لان اشتغلت مع كل اللي معايا جبت المزوره في البيت وجبت الكلام ده كله ومظبط نفسي والله العظيم كده. الفرق بين الواحد الشاطر لا عايز تمشي بقى ما انت عايز انت شفت نتيجه وشفت حاجات في رياحتك ومشيك. انا كنت مجرم سكر والله مجرم عصاير قسما بالله كنت مجرم. انا يمكن مدام قالت لك الصبح ان شكاره السكر كانت بتتفتح ابو عزه شكاره السكر اتفتحت يعني عايزين واحده غيرها بقى اكتر من 6 شهور الشكر السكر عندنا. الشاي كنت مستحيل اشربه حاجه اسمها نص معلقه. طعم الاكل ببقك والله طعم تاني طعم تاني. اما بيجي يوم فري وتطبخوا بقى الحاجات بزيوت والكلام ده انا بقول لهم ناكل كده ايوه ليه كده يقولوا لي ليه اقول لهم يقولوا الله يرحمه كنت تحط كل حاجه بالسمنه. دي كان زمان ايام الدفنه ايام الدفنه خلاص ما تجيش هو الاكل مظبوط طعم تاني والله وحاجه تانية. والله طعم تاني حاجه تانية. بركتك ابو عزه الله يخليك يا عم مصطفى طبعا احنا والله العظيم الاسعد واحنا بنقول لك كتر خيرك يا استاذ مصطفى ورب وربنا اللي هيجازيك مش احنا عايزين نسمع والله رب حسين بقى الضوء العالي النور العالي على طول وتخش والله الله يخليك وجزاك والله خير كل اللي على الصفحه والله وكلكم كلكم كلكم كتر خيركم والله وربنا يجازيك يا استاذ مصطفى. لا والله ابدا ابدا والله ما تستناش صحتك مش مستنيه مش مستنيه منك كل اللي انت بتعمله فيها دي والله والله كل حاجه مش مستاهلين. الله يعزك الله يديك. اتمنى ان انتم تشجعوه واستودعكم الله الذي لا تضيع ضياعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا هتسال ازاي ممكن احصل على انظمه لو نفسك تخس. تقدر ان انت تحمل تطبيق لو نفسك تخس الاصلي وخد بالك ان انت تحمل التطبيق الاصلي مش التطبيقات المزيفه. التطبيق الاصلي هتلاقيه متحمل اكتر من 100,000 مره وواخد ريت 4.9 من 10. هتعمل انستول هتخش على جوجل بلاي وتكتب بس لو نفسك تخس وتعمل انستول للتطبيق زي ما انتم شايفين كده.